عليكم. قلنا بقى النهارده ننزل المطعم نعمل غدا هنا بالمره، نعمل حمام الكذاب. بصوا عباره عن ولاك يا جماعه اهي، زي ما انتم شايفين كده اهو، ولاك مخليه بس مخليه فشخ بالحته بتاعي، بس كل ده مخلي اهو، بنحشي هنا كده، ده كله بيتملي بيتلم بخله او بخيط اهو، شايفين كده. طبعا هدق الحتت دي كلها، هبتدي اسماء كيس عشان ادقه كده عشان يوسع معانا الحته اهي. فين المدق؟ هظبط بقى كله. دي تتبيله بتاعت الفراخ المشويه لسه عاملاها، عشان الفراخ بتتحط تحت لسه عاملاها بنفس دلوقتي، فبصراحه هاخد منها حبه علشان اتبل بيها الوراك دي كده. نعمل الحشوه مع بعض، نعمل بقى الحشوه وبعد كده نتبل ونحشي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. سمنه بالبصل اهو، بسم الله. بصيها دبلت اهي، احط الكوره دي الاول، اشوحهم بقى كويس قوي. حبه قرفه، دي بهارات الحمام زي الملح كله، شويه دبليكه، حته هرسة فلفل احمر، نشوحها كويس بقى كده اهو. نحط الرز عليهم، نفضل نشوح كل شويه حلوين. بصوا بقى بيبقى حلو ازاي قد الرز اهو. نشوح بقى فين كويس قوي، وبعد كده نديهم كوبايتين ميه، نشوح بقى فين كويس قوي لحد ما يبقى لونهم بني كده وحلو، ونديهم بعد كده شويه ميه، عشان انا بخلي الرز مستوي 80% وال 20% بخليها في السمنه. عايزين يتحمر، بصوا هو كده ابيض، عايزينهم يتحمر شويه عن كده. الحشوة بتاعتنا حلوة ازاي عملناها، بصوا جميلة ازاي. فيها كبد وقوانص، ممكن طبعا تحط مكانها لحم مفرومة او خضار طبعا، وشققة للحشوة فيها. زي ما انتم شايفين كده اهو، حط لها كمان خله من هنا. اهو بصوا بقى قد ايه، شايفين؟ طبعا الجلده دي انا خايفه انها، ايوه هتفتح من هنا كده اهو، احنا مدخلاها كده وعاملاها بخله كمان من هنا. ايوه كده، بس انا عاملاها بس كده، شايفين جمالها وحلاوتها. احشي بقى كله بنفس الطريقه، حطي صينيه يسار، احشي بقى كله ايه. طبعا ممكن لو انت ما عندكيش خله تلف عليها خيط، تلف عليها خيط بحيث ان الخيط يمسكها برضه. تسلم ايدك، حطها هنا. شكرا.
نحشي واحدة كمان معاكم برضه. طبعا ممكن تتبليها بملح وفلفل من جوه وشوية بهارات، شوية بهارات فراخ، ظبطيها يعني. الوراك اصلا بتستوي بسرعه كده كده، متاخدش وقت الوراك، فعشان كده مسويين الرز 90% كمان مش 80. امسك المقطوعه دي انت تروح عند حد بتاع فراخ شاطر قولي له عايزه وراك حمام كداب معروف يخلوهم لك وانت واقفه، بس خد بالك عشان ممكن مره رحت عند واحد شل الجلد اللي فيهم عملهم لي زي الشيش بالظبط. طبعا لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين واحد يكون بيفهم. وفي مره تانية ان شاء الله هبقى اعمل لكم حلقه عن توضيبات الفراخ، واخلي بتاع الفراخ يخليهم واصوره وهو بيعملها، لان انا برضو لو قلت لكم هعرف اعملها ابقى بكذب عليكم، هتتهدر مني طبعا. بس كده احشي بقى الكميه كلها واوريهالكم في الاخر. ميه عندي غليت بقى، ورق لورا وحبهان بسم الله. طبعا هم اقل من نص ساعه لان دي وراك وبتستوي بسرعه بسرعه على الناس، وكمان مخليه فمش هتاخد وقت معانا خالص. هم بقى يستوي وبعد كده ايه هنملح ونطلعهم عشان نحمرهم. بس كده بس طلع عاملين كده خلاص، سيبهم بقى براحتهم. وبعد ما تشوفهم بص نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بص لقيتهم تحت اهو ورجعتهم عشان خاطر ايه اكمل، احط بقى حاجه على وشهم واحط في الفرن. هنا دي ده ليمون، شوية فلفل اسود، هعمل زي مارينيه كده يتحط على الوش عشان خاطر يتحمر، وملح وشوية زيت يا حبة علشان كراميلا يتغدى. نحط معلقة صلصة كبيرة. بسم الله. ايوة يا صفوت. قلب كويس قوي، هو ده المارينيه اللي هنحطه على الوش. وهنعمل كمان شويه ملوخيه وبطاطس محمره، مش هعمل اكتر من كده، ما رضيتش اعمل رز تحتيها ولا كده، مش عايزه اكتر يعني. وكفايه ده حلو قوي كده، يديها لون كده في الفرن. بسم الله. شويه زيت يا حاجه علشان صدفه تتغدى، وشوية زيت يا حاجة علشان أم صدفة تتغدى، وشوية زيت يا حاجة علشان عمار يتغدى. اهو لهم بقى كده وشهم كلهم وندخلهم الفرن. طبعا في كذا واحدة اتفتحوا من تحت بس مش مشكلة، ماسكين عادي يعني. الخلة مثلا الخلة قطعتها، الخلة اللي هي الخارجة دي قطعتها. ندخلهم بقى الفرن ولا نعمل شوية ملوخية ونقشر البطاطس كده شوية بطاطس صوابع. بصوا بقى حبايبنا، صلوا على النبي بقى كده، الشوربة عندي اهي بتغلي. عادي الملوخية بسم الله. بصراحة انا بنزل المطعم تحت استقطعهم في الملوخية واخدها واطلع، لكن انا لسه هخلط وهعمل لقمة. والبطاطس عندي بتتحمر اهي، بحمر بطاطس. وهنا جاهز التقلية بتاعت الملوخية، ادي سمنة بلدي وادي فوق، وحط حتة تمنية هنا
شويه كزبره، واحط كمان معلقه فلفل هريسه. بس كده كفايه، الدنيا اتمرمطت. اطلع بقى البطاطس وانا بحط الفشه ورقه كفايه كده. بس كده. بص بقى الملوخيه. نعم حلوه قوي. هاتيه تعالي حطيه هنا. بصوا بقى هنا اهو، كنا حاطين في الفرن. يا بنت العبيطه اتمنى عليك اتمنى عليك. كنا حاطين في الفرن عند ماما. بصوا بقى جماله، خمسة مرات. بصوا بقى حلاوته كده. خلصنا نغرف بقى الاكل على طول. نغرف بقى يا جدعان. عايزين نشوف شكل الرز. بس شكل الرز ايه بس؟ بص لو على الريحة، لو القمر دي تطلع ريحة يا شيف. ندوق بس. بسم الله. رائع. الشخشكة والبكبكة دي. شوف صدفة تقول لك ايه؟ ادوق كده. كانت تعرف ملوخيتها. ادوق كده. لا انا مش هدوق، انا هاخدها. خديها. انا ما اشمش كل دوت وادوق بس. خديها. بس. حد يجي يدوق معايا؟ ايه ده بقى كده ونعرف. يا بخت مستر كريم. ايوه يا بخت بجد. يا عالم.